أعاد تركيب المائدات والأجهزة الحديثة لمبنى على إزاءة والتلفزيون الجديد. جاءت هذه الزيارة التفقدية التي قامت بها وزيرة البوسطة والاتصالات والتكنولوجيا الحديثة والإعلام الناطقة باسم الحكومة أليكس نيامباي، وبرفقتها المدير العام للإزاءة والتلفزيون بوكر سندا ومديري كل من الإزاءة والتلفزيون الوطني، حيث كان في استقبالها المسؤولين الإداريين للمبنى. وخلال هذه الزيارة تفقدت الوزيرة مختلف المرافق والأقسام وأيضا المائدات بمختلف أنواعها كصالة التحرير للإزاءة والتلفزيون والمائدات الحديثة والأجهزة الفنية والاستديوهات الخاصة بالتسجيل وصالات الاجتماعات وأماكن أخرى. وعقب الزيارة فصرحت الوزيرة أليكس نيامباي، قالت بأن هذه الزيارة تندرج في إطار تفقد المبنى قبل حلول موعد استلام هذا المبنى للإزاءة والتلفزيون الجديد. وأشارت الوزيرة أن هذا المبنى يحتاج إلى تأهيل وتكوين كوادر فنية قادرة على مواكبة الأجهزة الفنية الحديثة للاتصالات. والجدير بالإشارة أن هذه الزيارة تسمح للمسؤولين معرفة مدى جاهزية المبنى الذي بني خصيصا لمواكبة التطورات في الساحة الإعلامية.